بقول ان الفنانه الكبيره الدكتوره ايناس عبد الدايم بقالها فتره، يعني بسبب طبعا انها كانت وزيره وزارة الثقافة الثقافه، فكانت ما بتعملش حفلات رغم انها كانت قبل ما تكون وزيره الثقافه كانت دايما بتبهرنا بحفلاتها، وانها تكون سوليست الحفله في الاوبرا، وكمان عروض بتبقى جميله جدا، وهي عندها كده كاريزما في عزفها، وتحب تشوفها وهي بتعزف على المسرح دايما. مظبوط صح كده. طبعا يعني راجح داوود حصل على جوائز كتير جدا، ويمكن من اهم الجوائز دي كانت جائزه الدوله التشجيعيه في الفنون من المجلس الاعلى للثقافه سنه 96، وكمان جائزه في المهرجان القومي للسينما الروائيه، وجائزه الدوله للتفوق في الفنون من المجلس الاعلى للثقافه. طبعا برضو راجح داوود درس في معهد الكونسرفاتوار في اسكندريه، وحصل على اعلى شهاده تخصصيه في العزف على آلة البيانو ونظريات الموسيقى من الكلية الملكية بلندن، وكمان درس قيادة الأوركسترا وحصل على دبلوم في باريس. يعني أنتم متخيلين يا جماعة، يعني أعتقد أن احنا عندنا هنا، مش عندنا هنا، يعني في بعض الناس لما بتدرس حاجة واحدة وبتاخد شهادة واحدة تقول لك أنا أعظم واحد في مصر، أنا أعظم واحد بيألف موسيقى، أنا أعظم واحد بيعمل مش عارفة إيه، الحاجات دي كلها. ولكن أغلب ده من وجهة نظري، أغلب الناس حقيقي المميزة واللي عاملين حاجات كده تفخر بيها سواء في مصر أو في الوطن العربي، تلاقيهم إن هم درسوا أكتر من حاجة، تخصصوا في أكتر من حاجة، سافروا ولفوا ودرسوا هنا، والحاجات دي كلها يعني لازم طول الوقت ان احنا نتعلم. دكتور ايناس عبد الدايم يمكن كانت في التقرير بتقول ان انا استعديت للحفله، ان انا ذاكرت، ان انا عملت بروفات. ناس تانية ممكن تشوف ان واحده في مكانتها وواحده محترفه زيها اللي هو يعني ايه حد يقعد يذاكر، يعني ايه حد ممكن يعمل بروفات، ولكن دي من اساسيات اي حد حابب ان هو يفضل طول الوقت ناجح، انه اكيد المذاكره والشغل على نفسه طول الوقت. بالظبط، يمكن زي ما نورا كانت بتقول المذاكره بالذات في الحاجات الموسيقيه والفنيه محتاج دايما ان انت بتكون بتذاكر. يعني كان اساتذتنا ودكاترتنا دايما كانوا دايما نخش عليهم، يعني هم بيدرسوا لنا وهم سوليستات ومدرسين كبار، ففعلا ممكن نقول ده مش محتاج يذاكر خالص، لكن بنخش نلاقيه بيذاكر حاجات كمان يعني ابتدائي قوي، لان هو شايف ان هو المستوى بتاعه ده عشان يحافظ عليه لازم يفضل بيذاكر، لازم يفضل بيدرس حاجات تانية كتير جدا بتخص الوسط اللي هو فيه وبتخص عزفه او الاله بتاعته، وبالذات لو انت بتعزف الات صعبه زي الكمانجا او الفلوت او اي اله بتبقى صعبه عموما بتبقى محتاجه مذاكره جدا. بس الكمانجا مثلا اقل حد بيبقى عايز يعمل فيها مستوى من صغره اقل حاجه 7 ساعات في اليوم مذاكره، غير بقى ان انت بتقرا، غير ان انت بتسمع، حاجات كتير جدا لازم بتعملها عشان تقوي نفسك. ويمكن كمان موسيقى راجح داوود هي موسيقى مميزه جدا وفيها من الشجن كده دايما حاجه بتمسك وبتمس وجدانك وشعورك وانت بتتفرج وانت بتسمع صوت الاورجن اللي هو مشهور بيه دايما. يمكن كل موسيقار عندنا في مصر عنده حاجه كده بتميزه، سواء كان الموسيقار الكبير عمر خيرت، سواء كان خالد حماد، سواء كان اي حد من العظماء اللي بيعملوا لنا مزيكا وبيسمعونا حاجات حلوه جدا، فلازم يبقى في حاجه مميزاه. يمكن الحاجه اللي بتميز موسيقى راجح داوود هو صوت الاورجن اللي بيبقى موجود في الموسيقى بتاعته. انا كنت لسه اسالك، يعني بما انك بتعرف اكتر في المزيكا او دارس او كده، انه في انتوا وسطكم بقى كناس بتعرف مزيكا، ايه اللي بيميز كل موسيقار عن التاني؟ طبعا مش احنا كجمهور او مش احنا كمستمعين، ولكن حاجه تقنيه مثلا تكون بتميز ده عن ده ده عن ده. فمثلا لو هنتكلم باننا بنتكلم عن راجح داوود، انتوا بتقولوا ايه عليه؟ يعني مثلا الموسيقار راجح داوود يمكن هو يكون زي ما قلت ان هو بيستخدم اله يعني بتبقى موجوده في الشعائر الدينيه دايما اللي هي الاورجن والحاجات دي، فبيدخلها مع الالات الشرقي فبتبقى عامله فيوجن كده بيبقى طعمه حلو وبيبقى صوته مميز جدا في الودن. يعني امتى هتسمعي موسيقى فيلم الكتكات ومش هتقولي ده فيلم الكتكات؟ صح. او هتبقى عارف كمان الفيلم من الموسيقى التصويريه، وهتبقى كمان رابطه المشاهد يعني رابطه الموسيقى بالمشهد، حتى لو انت بتسمعي الموسيقى بس فانت شايفه المشهد. صح. من كتر ما هو خلاص بقى مربوط بوجدانك. الكلام طبعا مش هيخلص عن موسيقانا ومش هيخلص عن